منظم اللي هنا دي المنظم اللي ده، هو كله ده اسطوانات بالخيش. ده. يعني الخيش بيبقى سعره برضو رخيص، لو انا هشتري مثلا خامة زيادة عن الخامات اللي موجودة في البيت تمام. سعره رخيص، واعمل بيه حاجات كتير جدا. يعني ممكن تغلفي بيه حاجة يعني خلاص بقت شكلها شيك من غير يعني تكاليف كتير. يعني احنا نمسكه كده هنشوفه اهو. دي حاجة بسيطة، وده وممكن ايه ده؟ ايه ده ده؟ الغطا بتاعه. ده غطا بتاعه. بصي اهو هو بيبقى كده دي من ازايز المية او يعني ازايز البلاستيك، جميل جدا. يعني ده منظم منظم بقى لأي حاجة في البيت. اي حاجة، وكمان متغطي فمش باين ايه الحاجات اللي جواه. يعني عشان جميل برضو قوي، شكله يبقى كويس لو انا حاطاه مثلا في على ترابيزة او حاجة. حلو قوي قوي. وتكلفته كرتونة وازايز، طبعا كلنا في البيت عندنا ازايز ازايز مية. المية. بنشيل الجزء اللي تحت ونغلفه لو ما عنديش الخيش يعني برضو.